صباح على حضراتكم من جديد، وبالطبع نشوف أبرز الأخبار الموجودة معنا على الساحة النهاردة، وأكيد أبرز الأخبار اللي في انتظارها بعد قليل انطلاق المؤتمر الاقتصادي، مؤتمر مهم جدا بيناقش كل الموضوعات الاقتصادية في مصر وأهم الموضوعات اللي بيتم طرحها وفتحها على مدار 3 أيام بإذن الله. بدءا يعني إن شاء الله المؤتمر ينطلق بعد قليل وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان تبقى مرحلة جديدة بإذن الله في عمر مصر اقتصاديا، ونبدأ مرحلة فارقة في مرحلة المال والأعمال ومرحلة الاستثمار. والحقيقة سيتم الاستماع لكل الرأي والأفكار الخاصة في مجال المال والأعمال والاستثمار، وكمان فتح آفاق جديدة في كل مكان. ينضم إلينا هاتفيا للتعليق على هذا الموضوع دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو، برحب بحضرتك. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عمرو. الحقيقة مؤتمر مهم جدا، المؤتمر الاقتصادي، يمكن بقالنا فترة طويلة بالنادي بمثل هذا الموضوع، والحقيقة السيد الرئيس وجه مباشرة بأن يكون في مؤتمر اقتصادي يفتح كل الملفات الاقتصادية على الطاولة. يعني في الحقيقة احنا واحد من أهم الأهداف المهمة للمؤتمر هو أنه في الوقت اللي بيعيش فيه العالم هذه الأزمات الكبيرة جدا، بنحتاج إلى إعادة النظر في أولوياتنا الاقتصادية، إعادة النظر في الرؤية الموجودة والخطط، علشان نقدر نطمئن إننا بنسير في الطريق الصحيح، لأن العالم بعد أزمتين متتاليتين في أقل من سنتين، هم الأكبر في من بعد الحرب العالمية الثانية، أزمة كورونا ثم تلاها الحرب الروسية الأوكرانية واللي حصل في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، وبالتالي كل الدول بتراجع الخطط الاقتصادية بتاعتهم. شفنا معاناة كبيرة في بعض الدول، منها اقتصاديات كبرى، بنشوف في أوروبا تظاهرات ضد الغلاء، بنشوف في انجلترا تغيير لرؤساء الوزراء، بنشوف في مشاكل نقص سلع وغذاء في كتير من الدول النامية. وبالتالي فكرة ان يكون عندنا اعادة نظر في السياسات الكلية بتاعتنا مرة اخرى هو امر هام. الحاجة التانية المهمة ان اعادة النظر دي مش برؤية وحيدة من الحكومة، انما تتم بالمشاركة. من هنا كان تكليف السيد الرئيس للحكومة بعمل المؤتمر الاقتصادي، عشان يبقى عندنا لما بنتكلم في الاقتصاد احنا بنتكلم في شأن يخص كل مواطن، وبالتالي محتاجين لرؤى من كل الأطياف. عشان كده هنلاقي المؤتمر فيه وزراء وحكوميين، في ممثلين عن البرلمان، في ممثلين عن الشركات الأجنبية، الشركات الخاصة، الأكاديميين، الخبراء، مجموعة من السفراء كمان من الدول الأجنبية الفاعلة في الاستثمار في مصر. الهدف الأساسي إن احنا بنناقش الوضع الاقتصادي اللي موجود في مصر دلوقتي، وبنشوف إعادة النظر في الأولويات والرؤية المستقبلية ممكن تكون إزاي. واضح جدا جدا هدف استراتيجي هام جدا، وهو تمكين القطاع الخاص سواء المصري او الاجنبي في كل القطاعات. وبنشوف اوراق عمل مقدمه في المؤتمر ليها علاقه بقطاع الصناعه والسياحه والنقل والتعليم والصحه والقطاع العقاري، بنشوف في كل هذه القطاعات اوراق عمل واضحه جدا لزياده فعاليه هذه القطاعات ولتمكين القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكثر كثافة مما مضى، وسبل تذليل العقبات اللي ممكن تكون بتواجه القطاع الخاص المصري أو الأجنبي. نعم، بشكر حضرتك دكتور عمرو طبعا على هذه المتابعه. احنا في انتظار انعقاد المؤتمر باذن الله بعد قليل تبدا فعالياته، مؤتمر مهم جدا على مدار 3 أيام تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. بشكر دكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقه في موضوع برضو متعلق بالمؤتمر الاقتصادي، لكن في لفته كريمه طبعا كما اعتدنا من السيد الرئيس دائما، ان يعني معتاد اللفتات الكريمه في كل المؤتمرات. استجاب السيد الرئيس للطالبه فاطمه الزهراء منصور من ذوي
الهمم وجه لها الدعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونشرت الصفحة الرسمية الحياة كريمة منشور خاص بالطالبة فاطمة اللي رسمت صورة للرئيس احتفالا بمرور 3 سنوات على تدشين حياة كريمة، معبرة عن شكرها العميق للسيد الرئيس لاهتمامه بذوي الهمم واهتمامه بتطوير قرى الريف المصري. جاء ذلك خلال لقائها بشباب ومتطوع مؤسسة حياة كريمة خلال الندوات التوعوية اللي عقدتها المؤسسة بجامعة سوهاج. شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان انطلاق حملة تطعيم كافة العاملين في تقديم أعداد الأغذية في فنادق مدينة شرم الشيخ بالتطعيمات المضادة للالتهاب الكبدي الوبائي A. وجاء ذلك على هامش جولته الميدانية في مدينة شرم الشيخ لتفقد الحجر الصحي وعدد من المنشآت الطبية وأماكن إقامة واستقبال الوفود في إطار المراجعة الشاملة الميدانية لاستعدادات المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي لمؤتمر المناخ COP27، وتستهدف الحملة تطعيم ما يزيد عن 20,000 من العاملين بمدينة شرم الشيخ. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إطلاق أول مرصد إحصائي مصري بيانات مصر مساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة بناء المعرفة للإنسان المصري بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. قال الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال فعاليات المؤتمر إن إطلاق المنتج الإحصائي الجديد يأتي ضمن إسهامات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشر المعرفة والوعي للمواطن المصري. أضافت كمان الوزيرة أن الجهاز يقدم بيانات إحصائية تعد جزء من الثروة القومية والمعرفية لا تقل أهمية عن المشروعات التنموية المختلفة. بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع ميشيل كراوني وسفير إيطاليا لدى مصر المرحلة الجديدة من برنامج مبادلة الديون اللي بتنفذه البلدان وتخصيصها لمشروعات العمل المناخي اللي بيحفز الجهود التنمية والمناخ مع بحث إمكانية تخصيص مكون لدى الشركات الناشئة. من جانبه يبدأ السفير الإيطالي حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، فضلا عن الاهتمام بالمشاركة في مبادرة استزراع 1.5 مليون فدان واللي أطلقها رئيس الجمهورية لتحقيق الاكتفاء الزراعي والأمن الغذائي في ظل تآكل المساحات الخضراء والأراضي الزراعية بسبب أعمال التجريف والبناء. أعلنت الرئاسة المصرية لقمة المناخ في بين لها عبر المواقع الإلكترونية والموقع الإلكتروني الخاص بها عن توافر أبليكيشن خاص بقمة المناخ واللي بتستضيفه مصر في الفترة من 6 وحتى 18 من نفس الشهر، وحمل عنوان التطبيق COP27 وأصبح متاح للعمل داونلود لي من جوجل بلاي أو أبل ستور والأندرويد وأنظمة الآي أو إس، ويوفر التطبيق العديد من المعلومات الخدمية المستخدميه أبرزها حجز رحلة الطيران، الحصول على الفيزا، حجز الفنادق للإقامة، خدمة اكتشف مصر، أماكن الغوص الخضراء، اكتشف متاحف مصر، وبيتعد الخدمات الأبرز في تطبيق COP27 فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى اللي بيقدمها تطبيق المستخدميه في جميع أنحاء العالم. ينضم لينا هاتفيا الاستاذ جمال رائف الباحث السياسي في الشان الدولي والكاتب الصحفي. استاذ جمال برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم واهلا بكل الساده. صباح الخير عليك. الحقيقه تطبيق زي ده بيكون من التطبيقات المهمه جدا اللي بيحاول يسهل لك الدنيا كلها كواحد جاي تحضر المؤتمر او زائر لمصر في الفتره دي. الحقيقه التطبيق ده ممكن يساعدك ان انت تكتشف مصر بكافه التفاصيل الخاصه سواء بالمؤتمر او حتى مصر عموما. بالتأكيد يعني يمكن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي المهم يعني أمر مهم للغاية، وأعتقد أن الدولة المصرية بتحاول أن تكون مستعدة من خلال كافة يعني الجوانب سواء لوجستيا أو حتى تقنيا وتكنولوجيا أو حتى فيما يتعلق بتقديم تجربة لها علاقة بالبيئة والاقتصاد الأخضر واستخدام حتى الطاقة النظيفة وغيرها من الأمور، أو على حتى صعيد إعداد أجندة مهمة لطرح القضايا المحورية في هذا الأمر. وبالتأكيد طرح تطبيق مثل هذا التطبيق الإلكتروني مهم للغاية للتيسير على القادمين لحضور هذا المؤتمر، وسوف يسهل الكثير
من الاجراءات للقادمين من الخارج، خصوصا ان احنا نتحدث عن يعني منظمات غير حكوميه سوف تكون حاضره، هذا بجانب ايضا الجانب الحكومي، ايضا ناشطين في مجال البيئه وصحفيين اعلاميين من مختلف الفئات ومن مختلف دول العالم. وبالتالي هذا التطبيق الالكتروني اعتقد ان هو سوف يكون امرا يعني ايجابيا، وايضا سوف ييسر من اجراءات يعني حجز زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، سواء الفنادق او الطائرات او حتى يعني تقديم معلومات للتيسير على كل من سوف يحضر هذا المؤتمر. ايضا شرم الشيخ في الحقيقه الان يعني بتستعد بشكل اكثر من رائع، وبنرى الكثير من المبادرات او حتى فيما يتعلق بالاعدادات الفنيه والتقنيه وايضا الاعدادات اللوجستيه. وجدنا اتوبيسات تعمل بالطاقه الكهربائيه تذهب الى شرم الشيخ، وجدنا ايضا المسطحات الخضراء تنتشر في كل مكان. اذا هناك يعني استنفار من الدوله المصريه لاخراج هذا الحدث العالمي بشكل اكثر من رائع، واعتقد نحن الان في مرحله وضع اللمسات الاخيره قبل انطلاق كوب 27. طيب اخيرا استاذ جمال، على الجانب السياسي ايضا اهميه كوب بالنسبه لمصر على الجانب السياسي. لا، على الجانب السياسي في الحقيقه الامر في غايه الاهميه، نحن نتحدث عن يعني استضافه مصر وهي دوله افريقيه ودوله عربيه، ومن ثم المحيط الافريقي والعربي بيعول على الدوله المصريه كونها قادره على ايصال صوت مصر الى العالم كله فيما يتعلق بقضايا التغيرات المناخيه. وفي الحقيقه نحن انصتنا كثيرا الى الدوله المصريه سواء عبر حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي او المسؤولين في الدوله المصريه عن فكره العداله فيما يتعلق بتحمل تبعات التغيرات المناخيه، ويعني هذه الفكره في الحقيقه بتلقى ترحيب من المجتمعات الافريقيه بالاخص، خصوصا ان نحن نحتاج الى ان تلتزم الدول الاوروبيه والدول الصناعيه الكبرى بتعهداتها فيما يتعلق ب يعني مساعده الدول الناميه في تحمل تبعات التغيرات المناخيه والمضي بتنفيذ تعهدات مؤتمر باريس. ويمكن هذا المؤتمر الجميع بيعول عليه كونه ينتقل من مرحله التعهدات الى مرحله التنفيذ، وهذا الشعار الذي ترفعه الدوله المصريه الان، فكره الانتقال بهذا المؤتمر من فكرة التعاونات إلى فكرة التنفيذ. وهذا المؤتمر بيأتي في توقيت بالغ الأهمية، سواء التحديات الناتجة عن تبعات جائحة كورونا أو التحديات الاقتصادية الأخرى الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا تأثر قضايا التغيرات المناخية بهذه الأزمات الاقتصادية، لأن بنتكلم على دول حتى يعني كبرى الآن بتحاول أن يعني تعود مره اخرى للوقود الاحفوري وغيرها من الامور مع ارتفاع اسعار الغاز، وهذا امر غير جيد. وبالتالي هذا المؤتمر بياتي بتوقيت مهم للحفاظ على المسارات المتعلقه بالحفاظ على البيئه والمضي نحو الهدف الخاص بتقليل الانبعاثات والحفاظ على ايضا هذه التعهدات التي تمت في مؤتمر باريس والمضي بها نحو التنفيذ. فبالتالي نحن نتحدث عن مؤتمر بيأتي في توقيت مهم، وأيضا هذه الأهمية بتأتي لأن مصر الدولة الأفريقية العربية بتحمل الآن الهموم العربية الأفريقية أمام المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة وحفاظ على حقوق الشعوب الأفريقية ومستقبل أيضا الأجيال القادمة في هذه المنطقة فيما يتعلق بالبيئة والثروات في هذه البيئة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي الباحث في الشأن الدولي، على هذه المعلومات الوافية حول مؤتمر المناخ. بشكر حضراتكم لحسن المتابعة. بالطبع بعد قليل نروح لموجز اخباري من بعض حوار جديد من حواراتنا في هذا الصباح. ابقوا معنا دائما على شاشة النيل.